رغم كل ما يجري في الداخل الإيراني من حوادث ومن حرائق وهجمات سبرانية وغيرها من هذه الأمور، وحتى انفجار للاحتجاجات في الداخل، ورغم هذه التصريحات واحتماليات وجود طائرة البيتو والقنبلة وتهديد الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أننا علينا أن نعترف بأن إيران لديها موقف قوي جدا في هذه المفاوضات، وهي التي توقف المفاوضات وهي التي تأمر بإعادة هذه المفاوضات. وشهدنا في الجولة السابعة ما حدث، بطلب إيراني توقفت الجولة، وبالتالي ننتظر إيران ما الذي ستقرره وليس ما تقرره الولايات المتحدة الأمريكية أو أوروبا. برأيك ما السبب؟ ما سبب موقف إيران القوي رغم كل مؤشرات الضعف التي من المفترض أن تعاني منها إيران؟ هناك من يعتبر أن السبب في ذلك هو ضعف الإدارة الأمريكية، إدارة الرئيس بايدن. يعني لا أعتقد بأنه لو كان ترامب رئيسا للولايات المتحدة لكان بإمكان إيران أن تفرض شروط على في هذه المفاوضات. مثلا فرضت إيران بأن لا يمكن للوفد الأمريكي أن يشترك في هذه المفاوضات. يعني هذه مهزلة دبلوماسية، أن تضع إيران شروطا على الولايات المتحدة، على دولة عظمى مثل الولايات المتحدة، ولكن الرئيس بايدن رضي بذلك. الإدارات الأمريكية، يعني هناك رؤساء في أمريكا لا يسمحون بذلك، وهناك رؤساء يريدون، مثلا مثل بايدن يريد أن ينجح في المفاوضات لأنه وعد الشعب الأمريكي عندما كان مرشحا للرئاسة، وعد الشعب الأمريكي بأنه سيعود إلى المفاوضات. ولكن الجميع يعلم بأن إيران ليست بتلك الدولة العظمى. يعني بإمكان الولايات المتحدة وبإمكان إسرائيل أن تقوم بأعمال قد تؤدي إلى هزيمة إلكترونية في إيران، بمعنى بإمكان هاتين الدولتين أن تشلا الأعمال اليومية في إيران. هناك عدد كبير من المشاكل أو المسائل التي يمكن للأعمال السبرانية أن تقوم بها إسرائيل والولايات المتحدة لضرب مواقع عدة في إيران، بالإضافة إلى ما حصل هذا الأسبوع وما حصل في يوليو من هذا العام. طيب، ما مصير الآن المفاوضات النووية برأيك؟ هل نحن متوجهون إلى عودة للاتفاق النووي، أم أن هذا الاتفاق سيذهب وسيفشل بتقديرك ومن خلال هذه التصريحات والاجتماعات التي نراها الآن؟ التفاهم النووي أو الاتفاق النووي كما تسميه، لا أعتقد بأنه سوف يعود إلى الحياة مرة أخرى، لأن في البداية السبب الرئيسي الذي حدا بأوباما آنذاك بأن يعمل هذه الاتفاقية مع إيران أو هذا التفاهم، هي أنه لم يكن يرغب لإيران بأن تستطيع أن تخصب اليورانيوم بدرجة أعلى من 3.76%، وبذلك سمح لإيران بأن تعمل على قدرات نووية لإنتاج الأدوية مثلا، لإنتاج بعض المواد الأدوات الطبية مثلا، لإنتاج الكهرباء. هناك عدة أمور يمكن استعمال القدرات النووية لإنتاجها، ولكن إذا استطاعت إيران آنذاك يعني بتخصيب اليورانيوم إلى درجة أكثر من 3.76%، عندئذ بإمكانها أن تزيد قدراتها النووية إلى أن تصل إلى إنتاج القنبلة النووية. لذلك عمد أوباما آنذاك على إنجاز هذا التفاهم النووي. أولاً اسمها خطة العمل الشاملة المشتركة، يعني لم تسمى اتفاقية آنذاك، سميت بخطة العمل الشاملة المشتركة، لأن لا أمريكا وقعت عليها ولا إيران وقعت عليها. ولذلك اعتقد أوباما كما تذكر أيضا في الجمعية العمومية
للأمم المتحدة عندما ألقى خطابه الشهير وقال بأنه الخامنئي أصدر فتوى بأنه لن ينتج القنبلة النووية. كان يدرك أوباما آنذاك بأن هذه المسألة أو هذا يعني هذا الرأي ليس مفيدا أبدا، لأنه بإمكانك أن تحصل 10 فتاوي من 10 شيوخ مختلفة تماما، ولكن اعتقد بأن بإمكانه أن يضع حدا للإنتاج النووي بحيث لا تقدر إيران على التخصيب أكثر من 3.7%. ولكن عندما ألغى هذا التفاهم الرئيس ترامب بدأت إيران من بعد سنة من إلغائه بدأت بتخصيب اليورانيوم لأنه لم يعد يوجد هناك تفاهم. وعندما قرر بايدن العودة إلى هذا التفاهم كانت إيران بحدود تخصيب 20% من اليورانيوم النقي. اليوم تقول إيران وصلت إلى 60%، ولكن الاعتقاد السائد في إسرائيل أنها قد تكون قد وصلت أو في طريقها إلى الوصول إلى تخصيب 90%. هذا يعني بأنها في غضون أسابيع قليلة إذا ما استطاعت أن تخصب اليورانيوم بنسبة 90%، عندئذ بمقدورها في خلال أسابيع قليلة أن تنتج القنبلة النووية، وهذا ما تخشاه الولايات المتحدة وما تخشاه إسرائيل.